السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاطر، أرجوكم بحلقة جديدة من ماينكرافت. طبعا اليوم يا شباب راح نستكشف وش المكان. أول شي إجي الليل، فبداية الفيديو بنام. ففيديو اليوم يا شباب في هونيك سميت يوتيوب بيت صغير لقيته يا شباب، ما أعرف شنو سلفته، لكن يا شباب اللي يعرف يكتب لي تحت بالكومنت. صراحة أنا والله العظيم يعني ما ادري نهائيا وش بي، يعني وش هيا شوفون هذا البيت. والله العظيم يا شباب ما قربت عليه، قسما بالله كنت رايح في رحله، يعني دور على ادغال من شان نلقى الببغاء، كنت يعني اريد هالجيت اسوي رحله اروح فيها على الببغاء، لكن يا شباب قسما بالله لقيت هذا المكان. ما ادري وش بي يعني وش فيه، اللي يعرف يكتب لي تحت بالكومنت. انا والله العظيم ما مسيته، لقيته فجأة هيك وانا ماشي يعني، فاللي يعرف يقول لي تحت شنو هو. فالحين خلينا نستكشف حواليه ونستكشف تحته. اعتقد ما بيشي، والله ما ادري يا شباب شنو هذا، يعني ما ادري بالمره يا شباب والله العظيم صدمه. خلينا نستكشف حواليه شوي، ماكو شيء هون، ماكو شيء هنا 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 اي شيء، ماكو شيء، بس هذيك الطايره من الثلج ايش سالفتها. يكون يا شباب بيت هروب رايم. يا شباب هذا الفيديو ما كان طويل وما اريده يكون طويل، بس انا ليش قاعد اكسر؟ والله ما ادري ليش قاعد اكسر. وايش البلوك اللي كان هنا دير طاية؟ والله ما ادري شنو بيه يا شباب، بتمنى انكم تقولوا لي تحت بالدسكريبشن، اقصد بالوصف، اي قال يس يا بيو بالتعليقات. بس شباب احنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا الفيديو، اعرف ان هذا الفيديو ما طول عليكم، لكن يعني يا شباب ما ادري اريد اعرف شنو سالفة هذا البيت. فبتمنى يا اشرف، لان انت لدينا صراحة تعلمت ثلاث ارباع ماينكرافت منك، دائما تنصحني ما حولت لكم لود الشادرز، هذاك قال لي ما نمود الشادرز يعني والاشياء هذه كلها. اتمنى اشرف انك تقول شنو هذاك البيت، واتمنى كمان انك تشوف يعني انا لو سويت، لو اريد اسوي شيك بوينت يعني او انت تيليبورت ابوت، المهم تيليبورت، ف ما يجيني هنا زي ما انتم ناقصين، يعني ما اقدر ادعس هنا مثلا هيج 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 ما يريد يدرس. فأتمنى انك اشوف تشوف لي هذه المشكلة، يعني نعرفك انك تعرف ماينكرافت هواي. فبس بس وانك تصبح الفيديو، تصبح الفيديو مع السلامة.